وبآخر فقراتنا رح نحكي عن الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين اللي بيعانوا منها رشا كثير من الصبايا والشباب، ويمكن صحيح. هي بتنذر احيانا لاسبابها لامراض عديده، احيانا بتكون التعب وقلق، لكن الغالب اليوم ما بيخطر بباله انه اليوم ممكن يكون في مرض معين فعلا هو بيسبب الهالات السوداء او الانتفاخات. دائما نحن المتعارف عليه دائما انه عم نسهر كثير، عم نشرب منبهات كثير، هذا السبب. ما بيخطر ببالنا نروح نشيك انه ممكن يكون في مرض معين. هي وسواس الصبايا بتحسيها اكثر من الشباب اكيد، يعني حتى اليوم الشباب بيهتموا بالقصه بس مو مثل الصبايا. بنشوف كثير ناس بتروح للحلول الطبيعيه، خلينا نشوف، وممكن ما يستفيدوا منها حتى لو كان الاستفاده بشكل جزئي. اليوم في اسباب اكيد ودت لهي الحاله، خلينا نحكي عن اكثر، نحكي عنها اكثر شو هي اسبابها، اعراضها، واليوم هل علاجها رح يكون شفاء تام؟ هنشوف اليوم مع ضيفتنا لليوم وهي الدكتوره زينه الفرج، اخصائيه امراض جلديه وتجميل. دكتوره كيفك؟ صباح الخير. ما في هالات ان شاء الله. ما في هالات. يسعد صباحك دكتوره. صباح الخير. اهلا وسهلا. بدايه خلينا نعطي تعريف ولمحه يعني عن الهالات السوداء، شو الفرق بينه ممكن تكون هي الهالات نفسها مترافقه كمان مع الانتفاخ، خلينا نعرفهم الاثنين. تمام. هلا الهالات السوداء مثل ما ذكرتوا مشكله كثير شائعه، وكمان عند الشباب يعني مو بس عند البنات، وعم يراجعونا بشكل كثير كبير. طبعا هي لها اسباب متعدده، بتبلش بالاسباب الوراثيه، يعني نحن وقت بيجي المريض بدنا نعرف اذا هو في عنده قصه عائليه او وراثيه، وبتبين من مثلا ظهورها المبكر بيكون عند عند غالبيه المرضى اللي بيكون عندهم اساس عائلي او وراثي. في عندنا كمان التقدم بالعمر، واحدة من الاسباب الكثير مهمه هي بتزيد مع التقدم بالعمر نتيجه نحن الجلد عندنا بمنطقه الاشفان كثير رقيق، فبتزيد رقه الجلد، فبصير انعكاس الاوعيه كثير واضح، فبتعطي هذا الشادو اللي بيعطي لون بنفسجي او ازرق، يعني بيكون بيعطي ايحاء بالهالات السوداء. عندنا كمان بيكون ضعف النسيج الشحمي وتراجع الشحم بالمنطقه المحيطه حول الاشفان، التبارز العظمي بالوجنات، فبيعطي ايحاء بغؤور للعين مع انتفاخ احيانا، وضعف يعني ضعف بالجلد نفسه، فبيعطي ايحاء الهالات السوداء والانتفاخ. في عنا اسباب ثانيه كمان بتكون مترافقه باسباب مرضيه، يعني بنشوف مثلا في ارضيه تحسسيه عند المريض، يعني بتلاقي مثلا بتترافق مع مشاكل تحسسيه مثل التهاب الانف التحسسي او التحسس الموسمي اللي بيصير نتيجه كمان التهاب الجيوب الانفيه، فبتعمل احتقان بالاوعيه بتحت منطقه الاشفان، فبتعطي كمان هذا الظل، بتكون منشأة وعائي غالبا بهي الحالات اكثر ما اصطباغ. كمان اللي بتترافق مع التحسسات اللي بتصير بمخاطية الأنف والتهاب الأنف التحسسي، وبهي الحالة لأنه بيطلق مادة الهستامين بحالات التحسس، فهي بتمدد الأوعية، فبتعطي كمان إيحاء ولون غامق. كمان ممكن تترافق مع التعب، مع الإرهاق، مع قلة النوم، قلة شرب الماء، يعني هي كلها أسباب. العادات السيئة اللي هي مثل مثلاً التدخين، تعاطي الكحول، تعاطي المخدرات، كل هدول القصص بتزيد. لهيك بنشوفها عند الشباب كمان أحياناً استخدام مساحيق التجميل اللي بتكون غير جيدة أو غير آمنة، فهي بتعمل تحسس، لأنه كمان واحدة من أسبابها فرك العين، يعني هي فرط الفرك بهي المنطقة بيعمل فرط تصبغ بالمنطقة، وإذا كان في أكزيما بتزيد من الموضوع. فإلى أسباب بصراحة كتير كتيرة، من العادات السيئة للعادات الأسباب المرضية. طيب دكتورة ذكرتي عدة أسباب، خلينا نربطها بالأنواع، هل كمان في عدة أنواع للهالات أو هي نوع واحد بس الأسباب كثيرة؟ تماما، لا مثل ما ذكرنا هي أكثر من نوع، اللي في منها اللي منشأة وعائي مثل اللي ذكرناها من شوي، اللي بتكون نتيجة وجود يعني فرط مثلا احتقان الأوعية الدموية بهي المنطقة، ممكن اللي بتكون اصطباغية يعني هي بس، ولكن كأعراض يعني تظهر على الشخص، هل ممكن أنا أميز بين عرض وآخر شو نوع هاي الهالات؟ حضرتك هاي اختصاصك يعني أكيد. تمام اكيد. نحن هلا من فحص المريض، يعني الفحص الفحص بالعين المجرده بيبين معنا اذا في رخاوه بالجفن او في مثلا سماكه بالجلد او في كيسات اشفان، فهي بتكون الاسباب اللي ناتجه عن الكيسات او ضعف العضلات بهي المنطقه. اما عندنا مثلا الاسباب الثانيه اللي بتكون اصطباغيه واحيانا نتيجه تعرض المفرط للشمس، في عندنا بيصير زياده افراز الميلانين او اصطناع الميلانين بالجسم، فبيعمل تصبغ، وممكن اللي بتكون مثل ما ذكرنا وعائيه المنشا مثل اللي ذكرناها، فهي
فهي كل هدول الانواع احيانا بتكون مرتبطه بامراض كامنه مثل مثلا امراض الدرق او احيانا امراض الكبد كمان ممكن تعمل هيك. فقر الدم له علاقه كمان بالهالات السوداء؟ طبعا واحده من الاسباب الكثير مهمه هو فقر الدم بيعوز الحديد بيعمل كمان هالات سوداء، فلازم نستقصي ونطلب صوره دم للمريض وقت بيجي لعنا وتحاليل دمويه. فهي الاعراض يعني هي بتكون نوعا ما متشابهه، بس نحن فينا نميز بين الوعائيه وبين الاصطباغيه ومن القصه المرضيه عند فحص المريض. تمام. دكتوره ذكرتي انه من احد العوامل هي المستحضرات التجميل الخطا، في اشخاص بيقولوا انه او صبايا بيقولوا انه الحط الواقي الشمسي منيح بيحمي تحت العين، وفي منهم بيقولوا لا ما بيصير نحط واقي شمسي، لازم بس نحطه على الوجه نبعد عنا منطقه العين، خلينا نحكي عن هي النقطه. لا، واقي الشمس هو من العوامل كثير مهمه اللي لازم نستخدمها، لانه هي الشمس هي عدو البشره بالدرجه الاولى. تمام. وهي اللي بتعمل فرط تصبغ خاصه عند البشرات السمراء، يعني في بيكون عندها كميه الميلانين بالجسم اصلا اعلى، فنحن من الشغلات اللي لازم نحمي حالنا فيها هي بنطبق واقي الشمس على كامل الوجه، بنعيده كل ساعتين، مع انه فينا نستخدم النظارات الطبيه اللي بتكون نوعيه منيحه اللي بتعكس الاشعه فوق البنفسجيه، فهي النوع من النظارات كمان بتحمي هي المنطقه اللي حوالي العين من تاثير اشعه الشمس المباشر. وواقي الشمس طبعا لا هو منصح فيه لكامل منطقه الوجه والرقبه. طيب دكتوره خلينا نستغل الوقت مع حضرتك وروح للخطه العلاجيه، اليوم كيف بيتم التعامل مع الهالات؟ هل اليوم في شفاء كامل منها ممكن تروح؟ تمام. هلا نحن حسب السبب فينا نحط الخطه العلاجيه وفينا نعرف اذا هي راح تروح او لا. يعني مثلا اللي بتكون مثلا وعائيه او ناتجه عن سبب وعائي، بدنا نشوف مثلا اذا عندنا مشكله بالانف لازم نعالج التحسس اللي موجود بالانف بمضادات التحسس، يعني بدنا نعالج الحاله المرضيه اللي ادت لهذا العرض. ونفس الشيء بحالات التهاب الجيوب. بالحالات اللي بتكون اللي هي اصطباغيه او نتيجه يعني تصبغ باللون، فنحن بنلجا لعلاجات اللي بتكون فيها مثلا المستحضر الضارات اللي بتحوي على مثلا الساليسيليك اسيد او الريتينويدات او الهيدروكينون اللي هي بتعالج التصبغ او اللي هي بتعمل تفتيح لمنطقه تحت العين. كمان نحن اذا في عندنا سبب مثلا هرموني او سبب مشكله بالدرق كمان المفروض نعالج هي المشكله. طبعا في حالات بتكون متقدمه كثير، يعني نتيجه التقدم بالعمر بنلاقي انه في عندهم كثير ترهل او اكياس تحت الجفن، هون للاسف بنضطر للحل الجراحي. هلا في الحالات اللي بيكون فيها بس يعني نقص بالنسيج الشحمي اللي حوالي العين، هي الحالات ممكن نعوض هذا الفقد بالهيالورونيك اسيد عن طريق الفيلر. وفي كمان علاجات الميزو، علاجات البي دي ار ان، هي بتحسن. شجعي عليها دكتوره؟ حسب الحاله. يعني الفيلر لازم يكون في له استطباب واضح، يعني لازم فعلا في بنلاقي جروف تحت العين، اذا ما كان موجود فهو الفيلر خطا بهي المنطقه، ممكن يكتل، ممكن مع يعني مع الزمن او كذا ممكن يعطي منظر هذا بسموه بالتجميل التندل افكت، يعني نحن لازم نكون حذرين بهذا الشيء ويكون فعلا الاستطباب هو مناسب للحاله. طب بالنسبه للميزو والبلازما وهدول القصص، هل لهم تاثيرات على المدى البعيد؟ يعني انا اليوم عملت هي الجلسه يمكن بيقولوا كل 6 شهور أو كل سنة مرة، في حال استمر هذا الشيء ممكن يأثر اليوم على البشرة؟ هلا الميزة هو عبارة عن فيتامينات ومضادات أكسدة وأحماض أمينية، نحن عم نطبقها للبشرة، يعني هي عبارة عن يعني مثل غذاء طبيعي عم نعطيه للبشرة بس عن طريق الحقن. فهو أول شيء بيحسن، يعني هو بيحسن الحالة، ما بيعالجها 100%. ثانيا يفضل إنه يعني ينعمل منه جلسات عدة، يعني من جلسة واحدة ما نتوقع مثل الفيلر نلاقي النتيجة مباشرة، لا بدها جلسات متكررة. ونفس الشيء البلازما، لأنه هدول هي بتحرض الكل والإلاستين بهي المنطقه، بس هذا الشيء هو يعني انه مستمر، ما انه مره وخلص، استمراريه. اما اعراض جانبيه او كذا للميزو لا ما في لهم، هن فيتامينات بالنهايه ومضادات اكسده، يعني هن مثل اللي بيقولوا لك مثلا انه احيانا بيحطوا كياس الشاي على العين انه هذا الشيء، او شرحات الخيار او البطاطا او الخيار. مزبوط. دكتوره خلينا هيك بنصائح اخيره لك، الحد عم يشوفنا اليوم لحتى الصبايا والشباب اللي ما عندهم هالات شو ما يوصلوا لموضوع الهالات، واللي عندهم اليوم كيف ممكن قادرين ما تصير الوضع متقدم عندهم؟ تماما. هلا نحن النصائح ممكن نقدر نعطيها اكثر للحالات اللي بتكون مثلا مانا وراثيه او يعني مانا الى سبب جيني او وراثي، انه انت فيك توقي حالك من هذا الشيء. طبعا عن طريق النوم لساعات كافيه، عن طريق الماء صديق البشره والشمس عدو البشره، شرب المنبهات، نشرب مي، نحن مضينا قهوه نشرب مي كثير، ولانه فعلا يعني المي يعني خصوصي لمنطقه خصوصي اذا نحن بدنا نعمل مثلا فيلر تحت العين، هو بيشرب مي كثير بهي الفتره، لازم كثير لانه بيسحب المي من الجسم.
الجسم ليعطي هذا الامتلاء والنضاره. كمان الشمس لازم ندير بالنا منها، سواء باستخدام النظارات او استخدام الواقي الشمسي. طبعا النوم، العادات السيئه اللي هي مثلا التدخين، الكحول، شرب المنبهات قبل النوم. المنبهات كمان يعني هي لها اضرار، بس بحد ذاته اذا طبقنا الكافيين كموضعي للهالات فهو لا، نتائجه بصراحه ايجابيه. هو بحفز تنشيط التروية الدموية، هي اللي بيستخدموا اكياس الشاي او احيانا البن نفسه بيطحنوا، له كمان يعني فعالية مضادة للأكسدة بحد ذاته، بس بالتطبيق الموضعي. اما شرب المنبهات لا، يعني اكيد ما فينا نكثر منه، ما فينا بلا. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا لك. شكرا دكتورة زينة، صباحك جمال هيك على طول. الله يسلمك يا رب، اهلا وسهلا بحضرتك.